اخبار اليوم. انت عارف ان احنا لما بنطلع في الاعلام ونقول حاجه بناءه الناس تبعت لنا وتقول لنا دي طبعا التوجيهات اللي جات لكم. هي انا شخصيا عمري ما جات لي توجيهات، فحضرتك بتبعت التوجيهات لمين تاني عشان ما بتبعتليش؟ والله عايز اقول على حاجه، يعني انا مش عايزكم تتوقفوا قدام الكلام ده. وبعدين عايز اقول لك حاجه، اذا كان مصلحه مصر هتحسب عليك او على غيرك، يا ريت. احنا مع مصلحه مصر. طبعا اكيد، طبعا اكيد. ارجع للشباب، سؤال صغير بالنسبه للشباب، حضرتك يرجعوا امتى بقى مدرجات الملاعب؟ انا نفسي والله، وانا برضو في فرصه اهو، انا بقول للالترس لو سمحت عايزك تعمل نموذج العالم كله يشوفه. الشباب مصر لما ينظم، هو اللي ينظم لا عشان بس من على الاقل داخل حدود المدرجات. لا، هو اللي ينظم ويورينا ان شباب مصر ده لما نحمله المسؤوليه هيعمل ايه، وهنشوف حاجه ان شاء الله تبقى جميله ويبقى درس جديد بنوريه مصر بتقدمه للعالم. ما كانش ليا صله بالملاعب قوي عشان، لكن انا مقدر ان هم لو حملوا المسؤوليه ديت هيعملوا حاجه كويسه قوي يعني، وينسقوها مع وزير الشباب والرياضه. طبعا ومع الداخليه ومع كل حاجه، عشان في الاخر امنهم وامانهم ده يهمنا كلنا.